ما هو الحنين؟ هو إحساسنا الدافئ بالشوق إلى إنسان ما، إلى مكان ما، إلى شعور ما، إلى حلم ما، إلى أشياء تلاشت كالحلم ولكن عطرها ما زال يملأ ذاكرتنا، أشياء نتمنى أن تعود إلينا وأن نعود إليها في محاولة بائسة منا لإعادة لحظات جميلة وزمان رائع أدار ظهره لنا ورحل كالحلم الهادئ. فالنسيان قافلة تسير والحنين قاطع طريق.